السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم في موضوع من مواضيع اختبارات السنة الثالثة ابتدائي، الفصل الأول Composition du premier trimestre pour la troisième AP. التمرين الأول Activité 1. J'entoure tous les A que je vois. أضع دائرة حول كل حرف A أراه من بين الحروف، سواء كان حرف كبير ماجيسكول أو حرف صغير مينيسكول. لدينا حرف A ماجيسكول سكريبت، حرف كبير غير مترابط. سكريبت A مينيسكول سكريبت، حرف صغير غير مترابط. A مينيسكول سكريبت، لدينا نوعين A و A، نجده على هذا الشكل وعلى هذا الشكل. A مينيسكول سكريبت و A ماجيسكول سكريبت. دونك il y a 5 A. 1, 2, 3, 4 et 5. Activité 2. التمرين الثاني. Je complète les mots avec les syllabes. ما معنى كلمة syllabe؟ يعني ربط حرفين مع بعض. حرف زائد حرف يعطينا مقطع. مقطع لفظي. M plus A donne ma. D O do N A na T A ta. Un quart. أبحث عن الجزء الناقص أو لا سيلاب، المقطع المناسب. كارطابل، أن كارطابل، محفظة. أون تو مات، المقطع اللفظي أو بيان لا سيلاب إيسي سي ما طومات. أنا ناس، أن أ ما. Un domino. Do. La syllabe c'est do. Activité 3. التمرين الثالث. Je relis les mots. أربط الكلمات أو نفس الكلمات. أربط نفس الكلمات. أعطانا هنا مجموعتين، مجموعة الأولى والمجموعة الثانية. نقوم بالبحث عن كل كلمة و شبيهتها في المجموعة الثانية. طاغت، افيك طاغت، السهم يتجه من اليسار إلى اليمين في الفرنسية عكس اللغة العربية. طاغت، بابا، لاما، أمينة، دومينو. أحبتي أحببت أن أضيف، يعني ليس مطلوب في التمرين أن نكتب الحروف بالطريقة المترابطة، ولكن أحببت أن أضيف لكل كلمة الحروف المترابطة، يعني أكتب كل كلمة بطريقة مترابطة. لا ميثود كورسيف دومينو بالأحرف المترابطة. لاما، أمينة، طارت، بابا. هذه فقط إضافة، يعني ليست مطلوبة في التمرين. التمرين يطلب منا أن نربط فقط، ولكن أحببت هذه أن أضيف الطريقة المترابطة لإثراء المزيد أو معرفة المزيد عن الحروف. التمرين رقم 4. جيكري أون كورسيف، الأحرف أون سكريبت يعني غير مترابطة. عندما يطلب منا أن نكتبها أون كورسيف، أون كورسيف يعني مترابطة. لا ميثود سكريبت هي طريقة الكتاب، ولا ميثود كورسيف نقول عنها طريقة الكراس، يعني أحرف مترابطة كتابة الكراس. فوالا لو مو نادير أن، الحرف أن يصعد ثلاث مسافات. تخواز انتغليني إل موند، تخواز انتغليني أن دو إي تخوا. لا لتر أ مينيسكول أون انتغليني، دي دوز انترليني،
IR interligné. M A un interligné, I interligné, M interligné et E un interligné. Lire trois interlignés, L trois interlignés, I un interligné, R un interligné, E un interligné. Nadir aime lire. Nadir يحب القراءة. أعيد قراءة الموضوع. Activité 1. التمرين الأول. J'entoure tous les A que je vois. أقوم بوضع دائرة حول كل حرف A. A, A, A et A. Activité 2. Je complète les mots avec les syllabes. أكمل الفراغات بوضع المقطع اللفظي المناسب كغطابلة. Une tomate, un ananas, un domino. Activité 3. أقوم بربط الكلمات من المجموعة الأولى مع المجموعة الثانية. وقمت بإضافة المجموعة الثالثة كإضافة فقط. طغت بابا لاما أمينة دومينو والكلمات بالحروف المترابطة هي مجرد إضافة. Activity 4. J'écris en cursive. أكتب بالحروف المترابطة. Nadir أم lire. كل حرف من الكلمة الأولى يقابله حرف من الكلمة الثانية. إذا كان majuscule أكتبه majuscule. إذا كان minuscule أكتبه.